الله وبركاته. رجعنا لكم مع اول حلقه من الحلقه اللي فاتت كانت مقدمه. النهارده اول حلقه عن تمارين الاطاله والجيمنا في تمام. بسم الله الرحمن الرحيم نبدا. طبعا كل واحد عارف ان في تسخينات لازم قبل ما تمارس اي تمرين. دلوقتي هوريكم شويه تمارين ده الجزء الاول من تمارين الاطاله تمام. اول حاجه ان انت بتفتح رجليك عرض الراجل اللي كان في شارع 4 تنزل بيه. حاول على قد ما تقدر تلمس الارض وتضغط اكتر بوسطك القطنيه اللي ورا ديت بتضغط بيها اكتر. الله عليك تمام. دي القطنيه اللي بتضغط بيها. تاني حاجه ننزل مثلا جنب شمال او جنب يمين مش كده بس برضه دي القطنيه. بعد ما تتعود على المرحله دي طبعا بعد فتره من الممارسه كل يوم مثلا على الاقل ربع ساعه تمرينات اطاله هتضم رجليك خالص وهتنزل اطاله تمام. دي بقى اصعب من اللي فات. يعني دي لما تمارس الاثنين اللي فاتوا دول هتقدر تمارس تمام. ممكن تعملها عن طريق الارض كده. حاول تنزل اكتر. دي واحده من انواع الاطاله. بعدين شارك كده وخلي مثلا رجل واحده او نازل عليها اطار. بعد كده طبعا الرجل الثانيه بنزل كده تمام. دول كده اثنين من تمارين الاطاله. في طبعا اطالات كتير هنشرحها دلوقتي. في نوع تاني من الاطاله بس اثنين مع بعض خلفي وامامي. يعني نفس اللي فات تنزل كده واحده تحت هنفضل نعمله مثلا ايه حوالي 20 مرة. مرة فوق مرة تحت مرة فوق مرة تحت. في نوع تاني من انواع الاطالة شبه الغلط هنا ده مثلا لو في حاجة انت حاطط رجلك عليها تقدر تمارس عليها الاطالة. هنا طبعا شوف دخلك مش هينفع اعمل مثلا احط رجلي على حاجة بس انا هوريها لكم. حط رجلي كده نفس الكلام عليهم عليهم دوت مجرد بس ايه فهرس عن ايه تمرين الاطاله. تمرين الاطاله طبعا ملهاش فلوس. ممكن تعمل اي تمرين اطاله بس عادي بحسب الكابتن او المدرب او حد من عندك. احب بالمره اوريكم ايه تمارين للمرونه والليونه. ان انت هتفتح رجليك كده مسافه صغيره وهتكون نازل لابس واحده هنا بدل واحده واحده. طبعا احنا بنختصر الشرط شويه لكن العدد انت في البيت هتنفذ مثلا العدد اللي يريحك لحد ما تقدر لحد ما تستحمل. ما تستخدمش مثلا ايه فيديو في نفس الحركات اللي عملها بالعدد اللي بتعمل. لا انت نفذ العدد اللي بتقدر عليه كل مره بتزود اكتر واكتر. احب برضه اشرح لكم تمارين تاني لكن افضل اني اخليه الحلقه الجايه بس اخليه الحلقه دي. الاطاله الاطاله هتعمل ايه؟ بتثبت طبعا كعب رجل الثانية بتثبت كده دول برضو ايه تكملة للبطولة للمرونة. المرونة بقى طبعا في حاجات تانية في المرونة. انا ممكن اقول لكم حاجة واحدة منها النهاردة في الحلقة دي اللي في الحلقة دي. انت طبعا بعد ما تعمل تمرين الاطاله انت رجليك كده من فوق. هوريك حاجه ثانيه تقول لي زي ما انتم شايفين انا قاعد على رجلي ورافع التمرين ماسكها كده. دي من تمارين الاطاله من غير ما انزل على الارض افضل ثابت. ولو قدرت اطلع بيها كده يبقى تمام. بس انا طبعا عشان انا لسه مثلا كمبتدئ مش هعمل الحركه اللي انا هطلع بيها دي. لو قدرت يبقى كويس. نفس الكلام مع الرجل الثانيه ماسكها كده وافرحها تمام واثبت شويه وطالع بيها. دي بتساعدني ان انا اقوم بالحركه لوحدها. يعني في حركه بتتعمل فيها اصلا ده
يبقى رجلي مفروض. بس طبعا لو انا ما بعرفش اعمل الاولانيه مش هعمل الثانيه. كل حاجه بيبقى ليها اساسيات. تمام، وبكده تبقى انتهت الحلقه بتاعت النهارده. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.